العميد مهند حاتم مدير الشؤون القانونية لمديرية مكافحة المخدرات. حياك الله سيادة العميد. أهلا وسهلا. وأهلا بك. يا مرحبا. الله يحفظك. سيادة العميد احنا شاكرين تعاونكم وفتح أبوابكم حتى نشوف هذا العالم من الداخل. الغاية احنا دائما نسأل عن الأهداف والغاية. الغاية من وجود مراكز تأهيل. سابقا كنتوا تتعاملون شلون مع المتعاطي ومع المدمن وشلون هسه تعاملتوا وياه؟ نعم. وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعي إلى خفض الطلب على المواد المخدرة، إنشاء المصحات، إنشاء مراكز تأهيل المدمنين هو أحد الأهداف التي تسعى إليه المديرية والذي يهدف إلى خفض الطلب على المواد المخدرة، حيث تبنى المشرع العراقي من خلال قانون المخدرات 55 لسنة 2017 تعامل مع المتعاطي هو مريض يجب معالجته. طيب. تبنت مديرية العامة مكافحة المخدرات إنشاء مراكز لتأهيل المدمنين مما تنطبق عليه أحكام المادة 39 من هذا القانون، حيث أجازة للمحكمة أن تستبدل مدة من يتم إدانته في أحكام المادة 32 تقصد به المتعاطي للمواد المخدرة بإيداعه خلال مدة الحكم. سعت المديرية العامة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وباقي الوزارات الشريكة في إنشاء هذه المؤسسات الخاصة بإعادة وتأهيل المدمنين خلال مدة حكمه، وبعد اكتمال تلك المصحات خلال هذا العام، حيث أنجزت المديرية لحد الآن 16 مركز لتأهيل المدمنين في بغداد. في بغداد لو بالعراق في بغداد وباقي المحافظات. في بغداد حاليا لدينا مركزين في الرصافة. طيب. ونسعى لإكمال المركز الثالث في جانب الكف، بالإضافة إلى 16 مركز تأهيل لدى كل محافظة. طيب سيادة العميد، أولا هو من المشرف ومن البنى ومن اللي أسس هاي المصحة؟ نعم. على نفقة وزارة الداخلية لو مثل ما بينتك استراتيجية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تسعى إلى إنشاء مراكز للتأهيل لإيداع من يتم إدانته في أحكام مادة 32. يعني اللي أنشأها منه الداخلية؟ تبنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنشاء وتأهيل تلك المراكز وفق القياسات العالمية، حيث مثل ما تلاحظ يعني ساعة دخولك وفرنا لهم طبيب أسنان وطبيب باطنية ووحدة للحلاقة يتم يعني إدارتها من قبل النزلاء يعني الموجودين داخل المصحة. إيه بس أطباء منين تجيبهم؟ من وزارة الصحة؟ نعم. أطباء وزارة الصحة. تلك المصحة إداريا هي تابعة للمدير العام لمكافحة المخدرات، ولكن المتابعة الطبية قبل دائرة صحة الرصاف. أحسنت. نعم.